السلام عليكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين الكرام. يتجدد اللقاء بكم في قناة العيادة الفكرية وفي بودكاست بذور، حيث نبذر مع ضيوفنا الكرام أفكار النهضة والإصلاح. وها هو سليمان البويقي يحييكم، ومع الحلقة الخامسة من سلسلة منهج الطريق إلى الحكمة، ومع ضيفنا الكريم الدكتور المعلم علي شراب، الباحث في الحكمة ومؤسس مشروع منهج الطريق إلى الحكمة. فرحلتنا مع الحكمة ما زالت مستمرة، وقد فصل الدكتور في الحلقة السابقة حول العناصر الثلاثة الرئيسية التي خرج بها من بحثه حول نمذجة الحكماء، وهي فيما يفكر الحكماء، وكيف يفكر الحكماء، وكيف يؤثر الحكماء. واليوم بإذن الله بنستكمل الحديث حول هذه العناصر ومخرجات بحثه في نمذجة الحكماء إن شاء الله. لكن قبل ذلك خلونا نرحب بضيفنا الكريم اللي أكرمنا بهذه اللقاءات طيلة الحلقات السابقة. أهلا وسهلا بك دكتور في العيادة الفكرية من جديد. يا أهلا وسهلا فيك، حياك الله أستاذ سليمان، ومرحبا بهذه العيادة الشافية الكافية بإذن الله. بارك الله فيك، سعيدين بلقائنا معك دكتور. تسلم. الله يكرمك، الله يحفظك. دكتور في الحلقة السابقة فصلت في العناصر الرئيسية في مشروع نمذجة الحكماء في بحثكم الكريم، وتحدثت عن أسباب اختيارك لمنهج النمذجة بدل المناهج السائدة الوصفية والتحليلية، وتحدثت عن مميزات هذا المنهج ومخرجات النمذجة. يعني تحدثت أن المخرجات، هنالك أيضا ثلاث مخرجات رئيسية: التأثير والأفكار والتفكير. فإذا يعني تبسط الحديث حولها دكتور. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. حياك الله أستاذ سليمان، أهلا بالمستمعين الكرام. المخرجات الثلاثة هي بداية تمت نمذجة الأفكار كما ذكرنا. نعم. والأفكار هي مجموعة القناعات والقيم ومنظومة التصورات والمفاهيم التي كان يفكر من خلالها الحكماء، أو كان يرى الحكماء من خلالها العالم. جميل. والتفكير هو العمليات الأساسية الكبرى. نعم. التي يقوم بها العقل، وهي عمليات التحليل والتعليل والاستقراء والاستنباط والاستنتاج إلى آخر السلسلة، إلى أن يصل العقل إلى الاختيار والقرار. وأخيرا نمذجة أسلوب الحكماء في التأثير. نعم. ما هي عناصر التأثير لدى الحكماء؟ وهذا العنصر الثالث اللي هو التأثير. نعم. يعد هو ذروة سنام المنهج، لأن العمليات الأفكار والتفكير هي عمليات داخلية، ولكن التأثير هو السلوك الخارجي للإنسان والذي يظهر للعالم. ولولاه لما شاهدنا ولما عرفنا فيما يفكر الحكماء، ولولاه لما عرفنا كيف يفكر الحكماء. فلغة الحكماء وكلماتهم ومواقفهم التي اتخذوها هي هذه التي تركت الأثر قرونا طويلة، والتي ما زالت مستمرة آثارها إلى يوم القيامة. جميل. بل أن كتاب الله الكريم والكتب السماوية لو لم تكن ذات أثر مباشر على الناس، لما عرف الناس ما هو الدين وما هي الرسالة. نعم. وبالتالي فإن التأثير هو ذروة سنام الحكمة، وهو غاية دراسة الحكمة أن يكون الإنسان مؤثر. وإنجاز لي أن يعني أسهب إسهاب مفيد في هذه النقطة. نقول أن عمليات الثلاثة هذه هي التي تمثل الشخصية.
ونقول أيضا لماذا المنهج الطريق إلى الحكمة يعني منهج نعتبره شمولي ومتكامل بخلاف المناهج الأخرى المجزأة، المناهج التي تقدم مهارات وعلوم التفكير بشكل مجزأ مثل التفكير الناقد كما ذكرنا، ومثل التفكير الإبداعي، ومثل التفكير الجانبي، ومثل التفكير العاطفي، مثل الذكاءات المتعددة. هذا على مستوى التفكير، ولكن على مستوى القضايا والأفكار والمجالات هناك التعليم وأساليب التدريس المجزأة المقسمة المفصلة. يعني أنت بالحلقة السابقة ذكرت أن هناك مشكلة في التخصص، وهذه حقيقة. نعم، أنا جاي أسألك دكتور، يعني جالس أقول لك أن المنهج العلمي هو المعتمد الآن في العالم في الجامعات، وهو الذي من خلاله تطورت البشرية في الاختراعات في الاكتشافات، فكيف تريدنا أن نحيد عنه ونذهب إلى منهج الحكمة الجديد الذي تطرحه؟ نعم، أولا لا أريد أن نترك منهج ونذهب إلى منهج، ليس هذا ما قصدته. ما قصدته هو الاكتمال، أن تتكامل المناهج، وأن لا يكون هناك منهج واحد يفكر الإنسان من خلاله. فالمنهج العلمي هو منهج فيه جوانب أساسية يستفيد منها الإنسان في تنظيم الأفكار وطريقة البحث والسعي نحو المعرفة المنظمة، وبالذات المعرفة الموثوقة، المعرفة الموثوقة ذات الموثوقية. هذا مهم جدا بلا شك، لكن الإشكال هو في أن المنهج العلمي يركز على التخصيص وعلى التخصص وعلى التدقيق. نعم، وكأنه يقول أن التخصص هو طريق الإتقان والوصول إلى الحقائق. وهنا الاعتراض، وهنا الاعتراض، اعتراض المنهج الشمولي العميق المتكامل. خليني أوضحها بمثال يسهل تصور. يا ليت دكتور، يا ليت، تفضل. نعم، لعله من السهل عندما ترى من ثقب الباب أن ترى ما هو أمامك، وأن ترى المنطقة التي تتاح لك مجال الرؤية، أو يتيح لك مجال الرؤية أن تراها. هذا ثقب الباب يجعلك ترى جزءا من محتوى الغرفة في الداخل. جميل. ولكن عندما تفتح الباب وتنظر نظرة شمولية للغرفة، أنت تستطيع أن تصف الغرفة وصفا دقيقا أكثر، وتعرف مكونات الغرفة بالكامل. عندما تذهب إلى حقل وتبدأ تحفر في هذا الحقل، تجد مثلا عرق من الذهب من هذه المناجم المعروفة. نعم. ولكن عندما تأتي بكشاف يكشف لك المساحات الواسعة في هذا الحقل وأجهزة الاختبار، تعرف أن ليس فقط هناك عرق واحد من الذهب، ولكن هناك عشرات العروق. فيصبح إدراكك مختلف، وقراراتك مختلفة، وفهمك مختلف. الحياة كذلك، الحياة في منظومة علومها ومجمل علومها، كلما اتسع إدراك الإنسان في العلوم كلما استطاع أن يرى حقائق أكثر. وكثير من الدراسات يعني التي تدرس أنماط التفكير وتوجهات الناس تؤكد أن الذين يقصرون نفسهم ويحصرون أنفسهم في علم معين، مثلا في الطب، الطبيب الذي لا يقرأ إلا في الطب، والمهندس الذي لا يقرأ إلا في الهندسة،
ولا يعرف إلا ما تعلمه في الهندسة، والعسكري الذي لا يعرف إلا قواعد العسكرية، وعالم الدين الذي لا يعرف إلا القواعد الشرعية، الفيزيائي الذي لا يعرف من العالم إلا لغة الفيزياء والمعادلات والأرقام، وهكذا. عندما تنظر أن هؤلاء تجدهم محدودين جدا، لا يعرفون مثلا تركيبة النفس البشرية. لو قلنا مثلا الطبيب الذي لا يرى في الجسم إلا طريقة نبضات القلب ومشكلات الجراثيم التي يمكن أن تصيب الجهاز التنفسي والسموم التي تتكون في الكبد، نعم. أو نعم. يعني هذه لا يرى كل الصورة الكلية بعد ذلك. بالضبط، لا يستطيع أن يرى المشكلة ككل. وأذكر قصة الحقيقة قرأتها قبل فترة، أن هناك أحد الممثلين البودلير، أو اللي هم يكونون بدلاء للممثلين النجوم الذي يقوم بالأدوار الصعبة، فعمله مرهق ومستمر، فذهب إلى الطبيب يشكو إليه المشكلة في الكلى، فالطبيب شخص وقال له أنت إيش تشرب، فذكر له نوع من الشراب، يعني البيرة أو ما شابه ذلك، فقال له يجب أن تتوقف عن شرب هذا النوع من الشراب. قال له طيب أنا أحتاج إلى انتعاش ونشاط وما شابه ذلك، فقال له تستطيع أن تأخذ أحد مشروبات الطاقة أو بعض مشروبات الطاقة المشهورة. قال له لكن أعرف أنها تدمر الكبد يعني. قال له أنا مختص في الكلى، ودوري أني أعالج الكلى ولا يخصني ماذا يصيب الكبد بعد ذلك. يعني لاحظ النظرة القاصرة هنا. نعم واضح. يعني قصور الرؤية تأتي من الاستغراق في التخصص. ولكن نعم. هنا وقفة مهمة. لا يعني هذا الكلام أن نترك التخصص وأن لا نتخصص. التخصص هنا ضرورة حياتية لتعزيز الخبرة وتعميقها، لا يمكن أن تكون خبيرا دون أن تكون متخصصا. فالمتخصص في علم النفس لابد أن يكون متخصصا في علم النفس، والمتخصص في الكيمياء كذلك، وفي الطب كذلك، وفي الهندسة، وفي كافة العلوم، لكن وفي الشريعة أيضا، وهذا ملمح مهم، لأن الشريعة تجمع جوانب الحياة كلها، فالمتخصص في الشريعة لابد أن يكون لديه اطلاع على العلوم الأخرى. طيب ما الذي ننادي به، أو ما هو المطلوب هنا؟ هنا نقطة الطريق إلى الحكمة، وما نريد أن نسير عليه في هذا الطريق. ما هو مطلوب هنا هو التالي: أن يكون لدينا فرشة أرضية فكرية عقلية معرفية واسعة، نعم، شاملة لكل العلوم، بمعنى أن تعرف شيئا عن كل شيء، نعم، وأن تعرف كل شيء عن شيء. واضح، جميل. فعندما نقول شيء من كل شيء، لا نقصد شيء عابر، ولكن على الأقل نعرف القواعد والأسس لكل علم. نعم، أنا هذا كان سؤالي، أقول كيف نوازن بين أن يكون معي تخصص علمي محدد ويستغرق كثير من وقتي وجهدي، وبين أكون عندي ثقافة واسعة كلية ونظرة شاملة، الشمول الذي تتحدث عنه والعمق في نفس الوقت. هذا صحيح. يعني التطبيق صعب كإنسان عادي، يعني أن ربما الوقت والجهد لا يسعني لذلك دكتور. يعني هذه قضية أخرى، لكن سأخبرك بما يعني يمكن أن يعالج هذه النقطة. نعم. اليوم هو 24 ساعة. نعم. والأربع وعشرين ساعة فيها كثير من القضايا المهمة، فيها الكثير من القضايا غير المهمة، والقليل من القضايا المهمة في الحياة.
ولعل من أهم قضايا الحياة التي نهملها دائما ولا نعرف أهميتها هي بناء عقولنا وتزكية نفوسنا، هو بناء الذات وتكوين الشخصية. وأساس بناء الذات وتكوين الشخصية هو العقل الذي نفكر به، والأفكار التي نحملها، والتصورات التي تقود قراراتنا واختياراتنا. هذه هي لب وخلاصة قيمة الإنسان في الحياة، نجاحه وفشله، سعادته وشقاؤه، تقدمه وتأخره، ارتقاؤه وهبوطه. فإذا لم يكن نعلم ما هي أولويات الحياة، لا يمكننا بحال من الأحوال أن نصل إلى أهدافنا ونحققها من خلال بعثرة طاقاتنا فيما هو غير مهم وترك الأهم. واضح. فالمطلوب أستاذ سليمان، نعم، وإخوة السامعين، هو أن نعرف أن هذه القضية ليست قضية اختيارات هوائية مزاجية، ليست كماليات. قضية بناء الذات ليس شيئا كماليا، هو جوهر وجودك. ما قيمتك في الحياة إن لم تكن تساوي أنت بمعرفتك وثقافتك ووعيك وطرق تفكيرك هذه القيمة؟ ما هو الفرق بين الناجح والفاشل سوى الأفكار وطريقة التفكير والمهارات والتدريبات التي يعمل فيها عقله ويقضي فيها وقته؟ ما هي قيمة الإنسان في الدنيا إن لم تكن قيمته هي هذا العقل وهذا القلب الذي يحمله؟ بل أكثر من ذلك، ما هو الفرق بين الصالح والطالح، بين المؤمن والكافر، سوى هذه الأفكار والقناعات والتصورات؟ ما هو الفرق بين الإنسان المتزن والإنسان المتطرف؟ ما هو الإنسان بين الإرهاب الذي يدمر ويفجر، وبين الإنسان الذي يعمر ويبني ويصلح ويسامح ويعفو ويصفح؟ ما هو الفرق بين الزوجة الصالحة والزوجة غير الصالحة، والزوج الصالح والزوجة؟ لو رجعت إلى أصل واحد فقط لا أكثر، يعود له كل هذه المعايير، لوجدته ما يحملها الإنسان في عقله من قناعات وأفكار وتصورات. ما شاء الله، ممتاز دكتور. يعني كأنك تقول أن القضية اختيارية أستاذ. نعم، واضح. إذن القضية هي في تحديد الأولويات، في تنظيم الوقت، في بناء رسالتك في الحياة. أن كل شخص له رسالة، له هدف يقوم به، بناء عليه يعني سيستطيع أن ينجز ويرى الصورة بشكل واضح. جميل. طيب، أكثر من ذلك. نعم. يعني هذا الرسالة وهذا الهدف من أين تنبع؟ قناعات مسبقة الأولية، الأفكار الأولية. نعم. العقل، عقلك أنت. نعم. ما تحمله في عقلك أنت عندما تقرأ القرآن كمسلم، أو تقرأ الإنجيل كمسيحي، أو تقرأ التوراة كيهودي، أنت تكون شخصيتك من خلال هذه الأيديولوجية. أنت عندما تتبع منهجاً مثلاً زي الرأسمالية أو الاشتراكية، أو عندما تتبع العلمانية أو السلفية أو أياً كان، أليست هذه هي مبنية على ما ركزت عليه وتعلمته وآمنت به من أفكار وقناعات في هذه الاتجاهات؟ أليست هذه هي التي تكون من أنت ومن تكون؟ قضية جوهرية أستاذ سليمان، أن تحدد مصادر معرفتك، وأن تحدد ما الذي يجب أن تعرفه وكيف تعرفه. جميل. وفي حلقة سابقة نحن تكلمنا أن علم المعرفة هو أصل العلوم، فأن تعرف هذا أصل كل شيء. الذي تعرفه هو أنت ويمثلك ويشخصك، وهو الذي يحدد رسالتك وما هي وماذا تفعل وكيف تتكلم وكيف تصل وكيف تعالج مشكلاتك
إلى آخره. ممتاز ممتاز، جميل دكتور. طيب أنت تحدثت حتى يعني نكون متوازنين، أن يكون أول معنا فرشة عامة لجميع الأفكار، ثم يكون معنا من كل بستان زهرة ومن كل علم فكرة هكذا. فإذا تكمل لنا الفكرة دكتور. طيب هل تسمح لي بالاستطراد أضع سؤال، يعني أفترض أنك ستسألني إياه ولكني سأطرحه حتى يكتمل الفكرة؟ طيب تفضل. فأخذ دورك الآن في طرح الأسئلة. تفضل تفضل، تعمل فائدة دكتور. تفضل. كرامك الله. طيب ما هي العلوم الأساسية التي يمكن من خلالها أن نجمع هذا الفكر ويصبح لدينا عقلية شمولية قادرة على أن ترى بوضوح وشمول؟ يعني نعم، ما نعم. الذي يكون هذا الشمول إنجاز التعبير؟ نعم جميل، هو سؤالي بنوع آخر يعني. نعم ممتاز نعم. تفضل. وإذا أردت أن تصوغ سؤالك بطريقة أخرى يعني يوسع مدارك المستمعين لا بأس. لا بالعكس، جميل جميل. طيب. تفضل. هذا سؤال جوهري في المعرفة وبناء الشخصية وبناء العقل. نعم. وهنا يظهر خطورة التخصص أو الاكتفاء بالتخصص. أريد أن أضرب مثالا يجيب على السؤال السابق وأربطه بالسؤال اللاحق هذا. عندما سألتني قلت لي الإنسان لا يجد وقت، الإنسان لا يجد وقت لكي يتعلم هذه العلوم التي سأذكرها. لكن الحقيقة عندما ندخل الجامعة أستاذ سليمان نكون لدينا ثلاثة أنواع من المواد أو المعرفة التي نتعلمها. النوع الأول الذي يسمى متطلبات الجامعة. نعم صحيح. والنوع الثاني متطلبات الكلية، والنوع الثالث متطلبات التخصص. صحيح؟ صحيح نعم. هذا نطبقه في الجامعة لكن لا نطبقه في الحياة، وهو نظام صحيح لولا أنه يطبق جزئيا في الجامعة ولا يطبق كليا في الحياة. في عالم المعرفة هناك ما يسمى بمتطلبات الحياة من المعرفة، هناك متطلبات معرفة الحياة. متطلبات يعني شيء رئيسي، شيء مهم، عام، شيء عام قبل أن يكون رئيسي هو عام. نعم. كما قلنا قبل قليل أن تعرف شيئا عن كل شيء، وهذا الشيء هو القواعد العامة لكل هذه العموميات وهي التي سأذكرها بعد قليل. نعم. نأتي الآن إلى أصول العلوم. أصول العلوم في منهج الطريق إلى الحكمة سبعة علوم. نعم. تجمع كافة أنواع العلوم. العلم الأول هو علم اللغة. نعم. وأقصد باللغة هنا علم الدلالات والكلمات. إذا لم تكن تعرف الفرق بين الكلمة العامة والكلمة الخاصة فهناك إشكالية في حياتك، في تفكيرك، لأن العقل يفكر باللغة. فإن لم تكن لغتك واضحة ودقيقة فلن يكون لديك القدرة على التفكير الواضح والدقيق. واضح. اثنين، علم المنطق أو علم التفكير. علم التفكير يعطيك القدرة على أن تربط أفكارك بعضها ببعض، لأن علم التفكير أو علم المنطق، طبعا علم التفكير بذات التفكير الناقد هو منبثق من علم المنطق، يعني الأب الشرعي لعلم التفكير الناقد التفكير هو العلم، هو علم المنطق. فعلم المنطق أو علم التفكير يعينك على الربط بين القضايا والأفكار، فتعرف الفرق بين السبب وبين النتيجة، بين الجزء والكل، بين العام والخاص. علم المنطق يفصل هذه الأشياء. ثلاثة، علم الإنسان. علم الإنسان، الإنسان الفرد المقصود به، ولا أقول علم النفس فقط. علم النفس هذا في الجانب الأكاديمي فقط،
لكن هناك جوانب أخرى عن علم الإنسان في علوم أخرى متفرقة، منها علوم تطوير الذات. ومن هنا تنشأ قصة الصراع بين تطوير الذات وبين علم النفس ومدارسه بأشكال مختلفة، ولعلك إذا أحببت نخصص لها حلقة في قصة الصراع لما فيها من إشكالات فكرية كبيرة. ثم العلم الرابع علم المجتمع. وعلم المجتمع هو العلم الوحيد الذي يعطيك حقيقة وطبيعة المجتمع والقوانين التي تحكم المجتمع، ولا يغني علم الفرد أو علم الإنسان عن علم المجتمع، لأن الفرد له في حياته الشخصية تكون قوانين المحركة له والدوافع مختلفة عن تلك التي تتعلق به عندما يكون في مجتمع. هو علم الاجتماع قصدك يختلف. نعم، علم الاجتماع. نعم. وما ينبثق منه زي علم التاريخ مثلا. نعم. يعني هذه كلها وجهين لعملة واحدة. إلا أن علم الاجتماع قاصر عن، يعني لا يوجد فيه علم آخر مهم جدا وحيوي جدا، هو علم القيادة والإدارة، وهو العلم الخامس. نعم. وبالتالي لابد أن تكون لدينا إلمام بقواعد علم القيادة والإدارة، لأنها هي التي تقود الجماعات والمجتمع، مثل المؤسسات التجارية، المؤسسات الخيرية، بل مثل الأسرة كمؤسسة صغيرة. فإن لم تكن تعرف قواعد الإدارة والقيادة فلا تستطيع إدارة الشخصين والثلاثة والأربعة والعشرة والألف والمليون وهكذا. ممتاز. فإذا عندنا العلم الخامس هو علم القيادة والإدارة. نعم. لابد من معرفة قواعده. ثم ننتقل بعد ذلك إلى علوم أو علم الطبيعة. نعم. وقواعد علم الطبيعة أخص فيه، يعني يجمع العلم الذي يعتبر أصل علوم الطبيعة هو الفيزياء. نعم. وعلم الفيزياء قواعده بسيطة، يعني قوانين الحركة والطاقة، هذه قوانين مفهومة وبسيطة، عندما يتعلمها الإنسان يقرأ فيها كتاب أو اثنين في قواعدها العامة يثري عقله وتتسع رؤيته إلى الكون، يخرج من الناس كأفراد وجماعات إلى العالم المحيط. طيب لماذا هذا مهم أو هذا العلم مهم؟ ببساطة شديدة، لأن علم الطبيعة عندما تتأمله أستاذ سليمان، نعم، وإخوة المستمعين، عندما تتأمل علم الطبيعة تجد أنه يؤثر في الإنسان ويتأثر بالإنسان. نعم. فإن لم نعرف القواعد، قواعد التأثر والتأثير بين الإنسان والطبيعة، فلا يمكننا تصور نتائج قراراتنا وأفعالنا عندما نفسد هذا الكون وهذه الطبيعة، أو عندما نعاني نحن من إفسادنا، فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فنحن نفسد الطبيعة والطبيعة تفسدنا عندما لا نفهم هذا الأمر. آخر جزء أو آخر علم، وهو آخر العلوم، العلم أو علم الشرائع السماوية، لأنه العلم الوحيد الذي يجيبنا على يعني على ما بعد الحياة. لا يوجد علم يقول لك بعد الموت ما هي النتيجة. يبدو أن الوقت جميل. نعم، دارك من الوقت. نعم نعم دكتور، نكمل الحلقة القادمة إن شاء الله. الحديث شيق، وأنا لم أرد أن أقاطع حقيقة حول متطلبات الحياة والعلوم السبعة التي ذكرتها، جميعها مهمة، ربما نفصل فيها في الحلقة القادمة إن شاء الله. شكرا لوقتك دكتور، وشكرا للمستمعين الكرام. نكمل الحديث إن شاء الله حول متطلبات الحياة وهذه العلوم ومواضيع أخرى في تعريف الحكمة وتقييم الحكماء، ومحاورنا في الطريق إلى الحكمة ما زال الطريق أمامنا، فنكمل إن شاء الله، وكونوا على الموعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.